حضور عربي لافت ميز دورة معرض صناعة في سوريا التصديري للألبسة ومستلزمات الإنتاج. 100 مستوردي المنسوجات السورية حضروا من العراق والأردن ولبنان وليبيا، ما أثمر تعاقدات مشجعة للمصنعين. والله الحمد لله المعرض كل زين إن شاء الله، والأسعار زينة، يعني بنافسة بالنسبة لأسعار التركية وأسعار غير مكان، كويسة زينة الحمد لله. الأسعار معقولة إلى حد ما. زوارنا نحن اللي شرفوا معرضكم السنة كانوا أكثر. تعاقدات تدعم مصنعين تحد ظروفا اقتصادية قاسية تواجهها سوريا، ظروف تتعلق خصوصا بعدم توفر حوامل الطاقة. الهدف المشاركة انه نحن نعرض مع مثل ما شايف يعني انت الموجودات، يعني نحن عندنا بالنسبة للألبسة الأطفال، نحن يعني شركة أطفال وألبسة، فالحمد لله أقبال جيد الحمد لله رب العالمين. الكهرباء بالنسبة لتجار حلب لصناعيين حلب، تتأمن الكهرباء لصناعيين حلب الأمور بترجع مثلا لأفضل، وبنرجع مننافس بسعر أقوى. يعني حقق المعرض جزءا مهما مما يهدف إليه اتحاد غرف الصناعة السورية، ولا سيما دعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للنهوض بصناعة النسيج العريقة في سوريا. دعم حكومي كامل أنه نوجه دائما الرغبة لدى المواطن أنه يشتغل بالإنتاج، ما مهم إذا معه مصاري ولا ما معه مصاري، في منح في قروض في هي منساعده نحن مشان ينتج ويصدر، وهيك نحن بنخلص من الأزمات الاقتصادية بالبلد. زادت قيمة صادرات الألبسة والمنسوجات السورية عن 3 مليارات دولار سنويا قبل الحرب، مساهمة كبيرة في الناتج الإجمالي يحاول المنتجون استعادة بعض منها. أثبتت صناعة الألبسة والمنسوجات السورية قدرتها على النهوض رغم ما أصابها من تدمير، وخصوصا في حلب عصب الصناعة السورية. 100 المصنعين قدموا في هذا المعرض منتجات منافسة جودة وأسعار، سعيا لتعزيز صادراتهم إلى أسواق الدول المجاورة. محمد الخضر من مدينة المعارض بدمشق، الميادين.